يعني هذا الموضوع بالضبط كان طلب من واحد العدد ديال الساده رؤساء المؤسسات التعليميه نتداولوا فيه بشكل جماعي، اولا ديال ما هو جديد في هذا الموضوع هذا، ونشوفوا جميع كيفاش غادي تكون عندنا يعني حكمه اكثر في التعامل معه. مره اخرى يعني كنرحب بكم وكنشكركم على الحضور. يندرج هذا التكوين في اطار تفعيل برنامج عمل مشروع 16 تطوير الحكامه ومؤسسه الاطار التعاقدي، ويهدف اساسا الى ارساء تدبير انجع للحوادث المدرسيه بالمؤسسات التعليميه، وكذلك تقاسم المستجدات الخاصه بتدبير الحوادث مع رؤساء المؤسسات التعليميه، خاصه اتفاقيه الشراكه بين الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين درعا تافيلالت وشركة سهام والمديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مكون الحوادث المدرسية بمنظومة مسار. كان العرض قيما حيث تناول المسطرة التي يجب اتباعها لتدبير الحوادث المدرسية، ثم بعد ذلك انتقل الجميع للاشتغال على تدبير الوضعيات، حيث توقف الجميع عند مجموعة من الحالات والوضعيات للحوادث المدرسية، وبعدها تمت المناقشة، مناقشة جميع هذه الوضعيات، وبالفعل خرجنا والحمد لله بمجموعة من الإفادات، وتوقفنا عند مجموعة من القوانين المرتبطة بالحوادث المدرسية وعمت الفائدة والحمد لله. نحن اليوم في إطار ورشة من ورشات البرنامج الإقليمي للتكوين المستمر والمتعلق بالمشروع 16 تطوير الحكامة ومؤسسة التعاقد في موضوع ذو أهمية قصوى، وهو موضوع تدبير الحوادث المدرسية. تدبير الحوادث المدرسية موضوع حساس مرتبط يعني بحقوق الطفل، واي تقصير من سواء من طرف يعني المسؤولين عن اعداد الملف يؤدي الى ضياع حقوق المتعلم. ورشه كانت متميزه بامتياز، فيها عروض، فيها ورشات، فيها نقاش وتفاعل الى غير ذلك. Thank you.
نحضروا اليوم التكوين ديال تدبير الحواريات المدرسيه في هذه الصبحيه. على كل حال تم التطرق لهذا المحور من خلال الجانب التنظيمي والقانوني لتدبير الحواريات المدرسيه، وكذلك مختلف الطرق ديال الاستفاده سواء على مستوى المحكمه وعلى مستوى الظاهر وعلى مستوى الضمان. وكانت مناسبه في هذا التكوين باش تم التدقيق من طرف المكونين السي عبد الحكيم تكنوين والاستاذه سميره، تم الوقوف كذلك على يعني تصريح بالحادثه او الوثائق المتعلقه بتدبير الحوادث سواء على مستوى التصريح او على مستوى الملف الطبي وبعض المشاكل اللي تكون تقنيه في اطار الاستفاده من هذا بالنسبه للاباء من هذا التعويض.